لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين قناة شوف تيفي، قناة الشعب، قناة المظلومين، قناة الصوت لمن لا صوت له، قناة اللي كتفتح المستور وتبين الحقيقة بطبيعة الحال، قناة الشعب في حاضرة في كل حدث في أي مدينة من المملكة المغربية. كما كتشوفوا معنا هذه السيدة اللي تعرضات للظلم وتعرضات للسب والشتم والكثير من الكلام اللي دمرها في حياتها، منهم انها الزوج ديالها والخالات ديالها اتفقوا مع بعضياتهم وحيدوا لها ذهبها، حيدوا لها النقره ديالها، حيدوا لها الذهب ديالها، حيدوا لها فلوسها كل ما كتملك. ولكن الغريب في الامر كاينين بعض الناس اللي ما كيحنوش. تخيلوا زوج يعني كما غنقولوا حنا عنده بحال هذه المراه هذه صالحه، يعني ما ناقصها حتى حاجه، بخير وعلى خير، يدير في الزوجه ديالو بحال هكا. علاش وكيفاش؟ هادشي كامل غتعرفوه مع الزوجة. السلام عليكم، سميتي الحمار ابتسام من مدينة الجديدة، من مواليد 8/9/1984. أنا تعرضت للظلم من طرف جميع الجهات. أولا تعرضت للظلم من طرف الخالات ديالي، اللي من ضمن وحدة فيهم رجلها مسؤول كبير مندوب وزارة الصحة، حيث أنهم مشاو لي الحوايج ديالي الغاليين، حوايجي كلهم، مشات لي النقرة ديالي، مشا لي الذهب ديالي، مشا لي الرزق ديالي كله، حتى أن الأم ديالي وصات بالإرث ديالي في الحياة ديالها، أنها وصات الخالة ديالي، دارت فيها الثقة أنها تعطيني الإرث ديالي، غفلت على كل شيء ودات لي كل شيء وضعت في الحق ديالي. الزوج ديالي كانوا معكم في الاول؟ في الاول كنت بخير وعلى خير، كنت في مدينه جديده، كنت كنتوحم، كنت حامله، مشيت لمدينه اخرى كاع على اساس انهم يتهلاو فيا في الوحم ديالي وفي الولاء وزعما في الحمل ديالي. مشيت كنتفاجئ ان الاغراض ديالي ناقصه، فاش طالبت بالحق ديالي ما بغاوش يعطوني الحق ديالي. مهم ما علينا، جيت هنا للمدينه الجديده على اساس باش انني نجيب الحق ديالي. الزوج ديالي كنت على خلاف معاه لانني حصلت عليه الخيانه الزوجيه، هي هذيك، بما يعني عنده دلائل، قلت له عطي الدلائل ورحنا خوت. رفض يعطي الدلائل لانه دار ايده في اد العائله ديال الام ديالي، دار ايده في ادهم وضرق الدلائل بمقابل انه يدير صفقه تجاريه مع زوج الخاله ديالي اللي هو مندوب، يجيب له المعدات الطبيه على حساب الشركه ديالو بصفقه ساويه الملايين، وانا ضعت في الحق ديالي بما انه ضرق الدلائل، الملف ديالي مشى للحفظ وضعت في الحق ديالي. منين جيت نهضر على الحق ديالي والمسؤولين الكبار ديال الشرطه نهضر على الحق ديالي، داروا لي ورقه بانني مجنونه، بانني سفيهه، بانني فاقده للاهليه، وبانني اعاني من مرض نفسي، بالرغم من انني عمري في حياتي ما نعست في سبيطار المجانين ولو يوم واحد، وانا انسانه عاقله. غوفلوا لي على الحق ديالي، مشى لي الحق ديالي هكذاك هباء منثورا. اضافه الى انني يعني طرات بزاف ديال المشاكل، لان تقريبا عائله الام او الزوج ديالي فوق من 30 جريمه، الجونات يضحكون ويلعبون ويعيشون حريتهم، وانا ضعت في الحق ديالي لكي يسكتونني باش يسكتني الزوج ديالي. انا كنت على غادي نولد بولاده قيصريه، قام بدق لي برا اللي هي ديال جريان الدم، يعني ممنوع للمراه الحامل تاخذ هذاك الدواء وهي في الولاده في اثناء زعما اثناء العمليه، لان الا خداته غادي تصاب ايموراجي وغادي تموت اثناء العمليه. انا عرفت، بلغت الخال ديالي اللي بلغ العميد، والعميد نسق مع الدكتور ديالي، داروا لي التحاليل، فعلا لقاو ديك الماده، عطوني المضاد ديال التخثر، استقرت الحاله ديالي ودرت العمليه
وزعما تم الانقاذ ديالي انا والابن ديالي. اضافه الى انه باش تسكتوني الخلاص ديالي كانوا مده طويله، وانا اثناء الحمل كيعطوني واحد الدواء باش قدام المسؤولين ندخل ونخرج في الهضره باش نبان انني ماشي طبيعيه. هذاك الدواء ممنوع للمراه الحامل تاخذه لان الا خداته كياثر على الجنين، فانا ولدي تزاد مريض بسبب هذاك الدواء، والان كياخذ ادويه باش يبان طبيعي ويبان عادي، وعطيناه ادويه باش نقدنا له الاعضاء الحيويه ديالو لانها تاثرت اثناء زعما منين كان في الكرش ديالي. كان يعني هاد الناس يعني هاد الناس استعملوا السلطه والنفوذ ديالهم واستعملوا معرفتهم بالعلم ضدي انا، وانا ضاع لي الحق ديالي. انا باش نهضر على الحق ديالي وما غاديش نسكت على الحق ديالي، قام الزوج ديالي مشيت انا للحمام على النيه ديالي، جاب العشيقه ديالو للدار ديالي في الفراش ديالي، لبسها حوايجي. ما غاديش نكذب عليكم، قامت بالسب والشتم شخص جلاله الملك اللي هو شخص مقدس واللي من مقدسات الدوله، واللي المس به يعتبر خائن لجلاله الملك وخائن للوطن وخائن لابناء الوطن. قامت بالسب وداروا الضباب على وجهها ولحوها في القناه وسبوها فيا. ملي كنمشي عند الشرطه كلهم عارفيني انني مظلومه، ولكن هو ناس صراحه تورطوا في الموضوع وهما ابرياء. تورطوا، الشرطة تورطات خافت على راسها، وبالرغم من أنني وعدتهم أنني غندير لهم التنازل لأنهم أبرياء، المجرم الحقيقي هو الزوج ديالي. مهم. ما كتشوفيش دابا؟ لا ما كنشوفوش، أنا دابا كنطالب، أنا كنطالب السلطات، أنا باغا نطلق، أنا باغا نطلق لأنني لا يشرفوني، وغير فخورة أنني نتزوج أنني نكون على ذمة رجل قام بهذه الأفعال المشينة للزوجة ديالو. لذلك فانا مشيت لمدينه الرباط، مشيت للرئاسه العامه، مشيت لوزاره العدل، مشيت لجمعيه لالا مريم. انا كنطالب بالحق ديالي وما مسامحش في الحق ديالي وما متنازلش عليه. اولا كنطالب انني ماشي مجنونه، ماشي سفيهه، ماشي فاقده للاهليه، انا انسانه عاقله وطالب بالخبره الشرعيه عن طريق طبيب شرعي باش يعرفوا المغاربه انني على صواب وانني مظلومه وانني بريئه، براءه الذئب من مقتل يوسف عليه الصلاه والسلام. ثانيا اطالب من غير انني اطالب بالخبره باش نثبت الاهليه ديالي، كنطالب بان الفيديو تجبد من الاقمار الاصطناعيه او من الساتيليت او من لابوات الجدر ديال لاغس ديال ديال من الجدر من لابوات غاسيبسيون ديال الجدر ديال البوليس. هما عندهم الياتهم الخاصه وعندهم الخدمه ديالهم، ما نوريهمش انا الخدمه ديالهم، يبحثوا يشوفوا الفيديو. انا بريئه، ماشي انا اللي عايرت، ماشي انا اللي شتمت، انا بريئه. هذه مؤامره يجبدوها، إلى لقوني أنا اللي عيرت يدهم طويل عليا، إلى لقوني ماشي أنا اللي عيرت والعشيقة ديال الزوج ديالي هي اللي عيرت يردوا لي الحق ديالي، أنا إنسانة مظلومة. أنا صدمت من جهتين، من جهة عائلة الأم اللي طمعوا فيا ومن جهة الزوج اللي أذاني. تصور أن يعني قسما بالله بزاف ديال الجرائم تصابت في الحق ديالي وما خديتش الحق ديالي، منها خيانه الامانه، منها النصب والاحتيال، منها خيانه الزوجيه، منها تعريض. انا نهضر لك غير مؤخرا مرتين، منها بزاف ديال الجرائم، منها تعريض امراه حياتها للخطر، عطوني داك الدواء، وتعريض حياه جنين للخطر، تزاد مريض بعها مستديمه في 20 ديال عام ديال الحبس، تزاد مريض بسبب هذاك الدواء اللي عطوني، بالاضافه محاوله القتل، بالاضافه التشهير، بالاضافه الجريمه الالكترونيه، لانني انا ماشي انا اللي سبيت ولا انا اللي عيرت. لا انا بغيت نعرف غير الزوج. فوق من 30 جريمه، والجنات يضحكون ويمرحون ويلعبون، وانا مظلومه وبريئه ما خديتش الحق ديالي. الزوج ديالك شحال من مرة حصلت عليه الخيانة الزوجية؟ أنا شوف أنا البوليس كيعرف هذا الشيء، الشرطة كتعرف هذا الشيء، غير هو خاني بزاف ديال المرات، ولكن غير لهذا الأخر اللي أثرت فيا مرتين. تحصليه بزاف ديال المرات؟ مرتين هو كيخوني مرتين. دخلتي عليه للدار؟ لا شوف انا ما محتاجش اصلا. هو اش دار؟ هو داني صيفطني للحمام وجا هوايا، جا للدار هو وياها وفي الفراش ديالي، في الحوايج ديالي، لبست الملابس ديالي، عايروا داروا الشغله ديالهم، داروا الفعله ديالهم، وانا بريئه ماشي انا مظلومه. ومشاو لاحوا داك الشيء، داروا لها الضباب ولصقوها فيا. فاش دارت ضجه، انا ديك الساعه كنت والده كنت مقبله على الولاده لانني ثقلت، لانني دخلت في الشهر ديالي، بالاضافه الى انني كنت غنولد بولاده قيصريه بسيزاريا، فكنت عيانه مريضه. انا دابا يلا شهر دابا باش ولدت الابن ديالي روشان بوعمامه، يلاه دابا
شهر باش ولدت خليت الابن ديالي عند الام ديالي وجيت باش نطالب بالحق ديالي لانني اعتبرت انه حقي وحق الابن ديالي وغادي نجيبه وساناضل طوال حياتي حتى الموت. اما يجيبوا لي الحق ديالي يا اما غادي يردوا لي في الصندوق ميتة شهيدة لأنني لن أسامحهم على فعلتهم طوال حياتي وسأناضل وسأجاهد حتى نجيب الحق ديالي. ما نكذبش عليكم إخوتي المغاربة، أنا مظلومة، أنا مكلومة، أنا مصدومة أولا في الشرطة لأنني كنت أعزها طوال حياتي، قلت أن ستجيب لي الحق ديالي، تظلمت واتهدمت بالحق ديالي، بالإضافة إلى عائلة الأم لأنني عشت معها طوال حياتي، وكنت لا أعتبرهم خالاتي وأخوالي، كنت أعتبرهم إخوتي، حليت عليهم العينين ديالي، لأن الأم ديالي مطلقة وأنا عشت في دار جدي مع جدي وجداتي. دائما كنت اعتبرهم عائلتي، قاموا بغدري وخيانتي، بالاضافه الى ان الزوج لانه شخص مادي فضل الصفقات وباع زوجته وباع ابنه الرضيع. انا لن ابيع نفسي لانني لا اباع ولا اشترى، فانا إنسانة أدافع عن حقي كمواطنة مغربية مظلومة، اريد حقي واطالب بالعدالة، اطالب بالعدالة، العدالة القانونية. أنا ما غاديش نسكت على الحق ديالي وغنبقى حياتي كلها وأنا كنناضل تنجب الحق ديالي. وخاصكم تعرفوا إخوتي المغاربة وتآمنوا بالبراءة ديالي ديال أنني مظلومة وأنني بريئة، وهذا الشيء اللي ممكن نقول لكم.